بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم مهندس علاء شعراوي من قناة الفنون الجميلة والفنون التطبيقية. النهاردة إن شاء الله يا جماعة هنرسم قبة. القبة دي مسنودة على شكل ثماني أو مثمن، تمام؟ تعالوا مع بعض كده نشوف الرسمة، يلا بينا. أول حاجة هنرسم القبة نفسها، المسقط بتاع القبة، وليكن مثلا نصف قطرها 5 سنتي. نفتح البرجل 5 سنتي بالشكل ده. ده سنتر بتاع دايرة، ونرسم دائرة اهي، تقل بس عشان تبان معانا. دي كده القبة، تمام؟ القبة دي مسنودة على شكل ثماني، فابتدي هنا كده ارسم القطرين دول. بالشكل ده عشان ارسم بقى مثمن برسمه كده، باخد خط افقي من هنا، خط افقي من هنا، ودي اسهل طريقه رسم المثمن خارج الدايره او بيمس الدايره. نجيب بقى مثلث 45 وابتدي اخد مماس كده بالشكل ده. بص انا باخد مماسات بس للدايره، ادي مماس اهو وده 45، ومماس هنا 45 اهو، ومماس هنا، شوف بيمس يديني شكل ثماني منتظم اهو يا جماعه، تمام؟ يبقى ادي برضو من هنا كده باخد مماس بالشكل ده الدائره، ومماس من هنا، ومماس من هنا، يديني الشكل الثماني اهو بطريقه بسيطه جدا. يبقى هنا عندي القبه مسنوده على الشكل الثماني ده، ونشيل طبعا الزياده دي. تمام، يبقى ده شكلها. المفروض انا عندي القبه دي، تمام، لازم او الشكل الثماني لازم احصره داخل مربع. الشكل الثماني ده لازم يكون داخل مربع بالشكل ده، فبكمل عادي خالص الخطوط بتاعتي ونشيل الزياده. طيب بكمل كده، يبقى ادي المربع اهو. ده عشان ارسم المنظور بتاعها، تمام، او الايزومتريك بتاع القبه دي. تمام، بص يا باشمهندس، هنكتب دي كده 1 1 2 3 4، ده المربع الخارجي. طب بالنسبه للشكل الثماني اللي انا هتقله ده اهو، ممكن ده بقى مثلا A B C D E F H G، تمام كده. يبقى ده كده الشكل الثماني اهو، نتقل عليه بس عشان يظهر معانا. تمام، يبقى انا عشان ارسم الشكل الثماني، تمام، لازم ارسم مربع، وكده كده المربع برضه بيمس الدائره. جميل جدا، تمام. يبقى اول حاجه هنا ارسمها المربع الخارجي ده، فباخد كده اجيب بقى المثلث 30 60، المثلث ده وليكم مثلا نرسمها هنا كده، زاوية 30 ناحية دي وزاوية 30 ناحية دي، وهنقيس 10 سنتي بالشكل ده. ماشي كده، القطر المفروض ان هو 10 سنتي في 10 سنتي اهو، 10 سنتي في 10 سنتي، ادي 10 سنتي الناحية دي، و10 سنتي الناحيه دي، واكمل المربع بتاعنا ده بالشكل ده. كل ده زاويه كام؟ 30 بالمثلث 30 اهو، تمام يا جماعه؟ تمام. اوكي، هنكتب هنا 1 من هنا، احنا هنبص من هنا، ادي 1 2 3 4، يبقى احنا رسمنا المربع الخارجي. جميل، عايزين بقى نعمل الاسطوانه الاول، عشان لو رسمت الثماني ممكن تتلخبط. خلينا في المربع في الدايره الاول، هنرسم القبه الاول. فاحنا عشان كنا بنرسم منظور للقبه كنا بنعمل كده، بنوصل ده بده، بنوصل برده القطر العمودي ده
تمام. يبقى دي كده اول خطوه. تمام، عشان نرسم بقى المنظور للقبه كنا بنرسم خط خفيف كده اللي هو تنصيف من السنتر ده عشان نصف الضلع ده ونصف الضلع ده، نفس الحكايه الناحيه الثانيه زي 30 اهو، من السنتر هنصف الضلع ده والضلع ده، شايفين ده؟ طب ده اسمه القطر الصغير، من القطر الصغير هنوصل كده. بص يا هندسه، هنوصل ده كده، هنوصل بالنقطه دي وهنوصل ده بالنقطه دي بالشكل ده، وهنعمل بعد كده العكس، من هنا هنوصل دي بدي كده ونوصل دي بدي اللي هو بالمنصفات. يبقى انا بوصل بالمنصفات اللي هو المنصف للضلع ده والمنصف للضلع ده. جميل، تمام. هيديني هنا سنتر، ده ميم واحد، ده مركز رقم واحد، ده مركز رقم اتنين، تمام. ده هنسميه مركز ثلاثة وده مركز أربعة. بص دي بقى المراكز بتاعتنا اللي احنا هنشتغل عليها اهي، ده برضو ميم ايه ثلاثة، ده المركز بتاعنا، ماشي كده؟ تمام. نبص مع بعض بقى، نجيب البرجل ونبتدي نرسم مركز في ميم واحد اهو لحد المنصف ده كده، لحد المنصف اللي هو لحد نصف الضلع ده اهو، تمام. ونرسم ربع الدائره دي، تمام. اوكي، نفس الحكايه الناحيه الثانيه، هنركز في ميم اتنين ونرسم ربع الدائره دي، بعد كده اركز في ميم اربعة واقفل القوس اللي فوق ده، ويفضل تخليه منقط لان كده كده انا عشان ارسم القبة كده كده هيستخبى. اهو بفتح من هنا لحد المنصف واكمل ده منقط يا جماعة. هنا اركز بقى في ميم ثلاثة وارسم برضو، افتح من ميم ثلاثة لحد المنصف ده واكمل، دي سليمة بقى، ده سليمة اهي، تمام. يبقى كده دي القاعده بتاعه القبه من تحت. جميل، جميل، تمام. بص بعد كده عايز ارسم القبه نفسها عشان اخلص منها، فاجي من هنا. لو انت عايزها قبه دائريه او نصف كرويه، سوري نصف كرويه، بتعمل ايه؟ تركز هنا وترسم القبه. انا عايزها بقى دلوقتي مخموسه، القبه نفسها مخموسه، يعني جايب عقد مخموس، فاركز المره دي هنا في السنتر ده لحد اول، بص لحد اول ايه مماس الكيرب ده اهو، لحد نهاية القاعدة اهو، ونرسم القوس ده هركز هنا في ميم اتنين ده كده، شكل القبة المخموسة اهي، يعني واخدة شكل مخموس، تمام يا جماعة؟ تمام. عايزين بقى نرسم المتمم، يبقى انا كده خلصت من القبه، عايز ارسم بقى الشكل الثماني ده، الشكل الثماني ده، تمام. بص يا جماعه بكل بساطه هنجيب البرجل كده، عايز اجيب بقى نقطه ايه اهي، افتح من واحد لحد ايه، من واحد لايه اهي، بمش بشتغل على المربع ده، تمام، على المربع ده. يبقى هنا عندي نقطه ايه اهي، دي كده ايه، عايز من ايه لبي اهي، من ايه لبي اهي، اتقل عليها بالمره. يبقى انا كده عملت الضلع ده اي بي اهو، تمام. عايز اجيب نقطه سي، افتح من اتنين لسي اهي، واوصل دي على طول، بالشكل ده. بعد كده عندي عايز اجيب الدي، بجيب من السي، طبعا نكتب هنا سي اهي عشان نخلص منها، سي من السي للدي وهكذا، تمام اهي. طبعا يفضل بقى ده سليمه كده، دي منقطه،
يعني الضلع بتاع السوميني ده منقط اللي هنا ماشي. اوكي بص بقى، في طريقه لو عايز اكمل ممكن اجيب كده يعني بدل ما اخد كل شويه اقيس، ممكن كده زاويه 30، عايز اجيب الدي، عايز اجيب الاي اهي تمام كده، يبقى من البي ممكن اخد خط كده خفيف منقط اهي، ادي نقطه اهي ممكن بغير البرجل يعني، يبقى ادي الاي اهي اوصل كده برضو كل اللي ورا القبه كل ده منقط، ده خطوط منقطه يا جماعه، يعني الشكل السوماني اللي هنا ده منقط اهو، كل ده منقط تمام. عايز اجيب الايه اهي زاويه 30، ادي نقطه ايه، دي نقطه اف اهي تمام، يبقى هنا دي برضو منقطه، كل ده منقط. بعد كده بوصل، عايز اجيب مثلا السي اهي زاويه 30 او بالبرجل، يعني انت عايز تجيبها بالبرجل مفيش مشكله، عايز اجيب مثلا الجي من الوان للجي اهي، هي هي دي بص هي هي اهي خلاص، يبقى هنا دي الجي. بعد كده عايز اجيب الاتش مفيش مشكله، يبقى ليك طريقه نفس الطريقه ممكن تجيبها كده عادي مفيش مشاكل، يعني هنا عندك الدي دي قصادها لو انت خدتها زاويه كده اهي زاويه 30 هي النقطه، يبقى دي قصاد دي شايفها تمام اهي، خلاص يا جماعه تمام. هوصل بقى كده، دي سليمه ودي سليمه، يبقى ده الشكل السوماني اهو تمام كده. هوصل بقى دي كمان اهي اللي هي الاي في الجي، ادي الشكل السوماني. معلش بقى اتقل عليه دلوقتي بالاسود ثواني، ابتدي اتقل بس عليه عشان يبان معانا بالشكل ده اهو، ده سليم ده سليم اهو ده سليم باين معانا اهو، الجزء اللي ورا ده منقط اللي هو من السي للدي منقط، طبعا دي ايه دي بي طبعا، ده واحد اثنين ده تلاتة ده ميم تلاتة ماشي. طيب عندي الجي بالاتش، بعد كده الاتش بالاف، وده منقط الاف بالاي منقط، ودي منقطة دي الاي ودي الاف تمام، طبعا دي رقم 4 1 2 3 وهكذا خلاص كده تمام. طيب بعد كده بقى عايزين نرسم، ننزل بالاسقاط وبعد كده بقى تقل انا القبه في الاخر اوكي تمام. الخطوه اللي بعد كده يا جماعه هنبتدي ناخد هنا زاويه 60 اهي كده، زاويه 60 من هنا وزاويه 60 من هنا. بص شايف الخط ده لو احنا عملنا كده شايف هيطلع معايا ايه، من جاي من المربع، شايف ده المربع اهو اهو، ننزل بقى الارتفاع بتاعنا اللي احنا عايزينه، وليكن مثلا ننزل 3 سنتي، ننزل قد ايه؟ 4 سنتي، خليها 4 سنتي، ننزل قد ايه؟ 4 سنتي، تمام؟ بعد كده بناخد زاوية الناحية دي، زاوية 30 زي ده، بص ده زاوية 30 أهو، ده زاوية 30، تمام؟ بص بكل بساطة أوريك بقى طريقة جميلة أوي عشان أقفل الجنب ده بسرعة، شايف مش ده المربع أهو، هنزل بيه معلش منقط أهو، منقط، من المربع نفسه، من المربع نفسه أهو، خلاص؟ دي بس خليها تسليمها هتعرف ليه. مش دي زاوية 30؟ خد دي زاوية 30 كده زاوية 30 اهي، كأنك خدت من النقطة، شايف من النقطة دي اهي قطعت فين؟ مع الخط بتاع المربع، هتوصل النقطة دي بدي، ده اللي هو يعتبر الشطف اللي زي ده، ده احنا هنا شطفنا الجزء ده بتاع القبة او الشكل اللي هو السوماني ده مشطوف من هنا، هنا برضو مشطوف، عملناه ازاي؟ بص خدنا النقطة دي اهي على الخط النازل من المربع تمام؟ يبقى انا عندي الشكل ده اهو. الناحية التانية زيها، بص برضه هنا هتفهمها على طول، دي زاوية 30 اهي تمام؟ بص مش ده المربع، انزل من المربع عادي جدا اهو، يعني انزل يا ريت تنزل منقط كده لحد هنا وخط خفيف كده، يعني ده خفيف اهو وده منقط، شايف؟ نمسك مثلث دي زاوية 30 مش كده، زاوية 30 اهي دي زيها اهي، انت مش هتاخد خط ولا حاجة، هو كأنك خدت خط، انا عايز بس النقطة اهي عشان اوصل دي بدي. يبقى هو ده الشكل
الجزء السمني المشطوف تحت القبة، تمام؟ هتقله بقى بالشكل ده عشان تظهر معانا. تمام. طب افرض بقى عايز اعمل بقى هنا فتحه مثلا زي باب مثلا هنا او في القبه نفسها. خلينا هنا الاول في دي، تمام؟ نبص هجي ازاي. ممكن ادي لاين اهو، ماشي؟ دي فتحه الباب هنا او فتحه الشباك ده، تمام؟ هو تطور شباك مش مياه، اوكي تمام. وطبعا ده لو كبيره خالص ينفع طبعا باب، مش مشكله. المهم يبقى ده طبعا دي اي فتحه مفيش مشكله بالنسبه لي. هاخد خط خفيف خالص بالشكل ده، تمام؟ شايفين الجزء ده؟ هنطلع بقى مربع كده منقط. كل شغلنا خليك منقط اهو، ده منقط وده منقط. شايفين المسافه دي؟ المسافه دي بقيسها كده اهي، هي 2.5 بالظبط، 2.5. نطلع كده 2.5 عشان ننشئ مربع عادي جدا. دي كده 2.5 اهي، تمام؟ وابتدي اكمل الشكل ده اهو، تمام؟ يبقى ادي المربع بتاعنا. عشان نوصله اهو، هنوصل القطر ده، القطر الكبير والقطر الصغير زي ما عملنا في دي، بس هنا تعتبر هنا الدائرة قائمة. ادينا السنتر، من السنتر ده انصف الضلع ده وانصف ده، تمام؟ تمام. مش احنا كنا بنعمل كده عشان نجيب السنتر اهو؟ هنوصل دي كده ونوصل دي كده، اللي هي بنوصل بالمنصفات. نمسك الزاويه دي، هنوصل كده ونوصل دي كده، هيدينا ايه السنتر بتاعنا اهو. ادي السنتر يا جماعه اهو، ادي مركز وادي مركز وده مركز وده مركز. يعني ده هنسميه ميم واحد، ده ميم اتنين، ده ميم تلاته، ده ميم اربعه، تمام؟ ونبتدي بقى نجيب البرجل بالشكل ده. يبقى نفتح الفتحه دي يا جماعه ونبتدي نرسم ربع الدائره دي، تمام؟ نركز بس كويس في المكان كده، مظبوط تمام كده جدا اهو. دي اهي ربع الدائره اهي، تمام؟ اللي هي دي، مش بس عشان المساحه صغيره جدا، تمام؟ يبقى عملنا ربع الدائره دي. بص انا هركز بس هنا كده في 2 3 واخلص على طول اهي، عشان اكمل ربع ايه الدائره دي اللي هو الجزء الكبير اهو، تمام؟ بص هتيجي فين؟ هتيجي عند الخط اهو. بص يا جماعه هتيجي عند خط النص ده بالظبط، تمام كده يا جماعه؟ يبقى ده الشكل الدائري. طب ده في حاله لو انا هرسمها كلها فوق دي، ممكن ارسم، شايفين؟ بص يا جماعه ممكن ارسم نصها هنا ونصها هنا عشان تمس ايه، عايز ربع دايره ده قليل، يعني انا عايزها كده كانها باب يعني. بص انا بكمل كده اهو، ادي الشكل بتاعه. يبقى هي الشكل ايه؟ النصف دائري، خلاص كده؟ يعني انت ممكن تعمل ايه؟ تخلي نص هنا ونص هنا، بس انا وريت لك كلها فوق افضل عشان ما تتلخبطش، لانه نزلت لك النص ده الثاني تحت هنا، انت بعد كده تعرفها يعني، او هرسمها لك هنا بالطريقه الثانيه. خلاص؟ يعني هرسمها لك دي طريقه وفي طريقه ثانيه، اوكي؟ تمام، في مشكله كده؟ طيب عايز ارسم بقى ليها سمك بكل بساطه. زاويه 30 اهو. ماشي؟ وليكن دي نص سنتي، وليكن دي نص سنتي يعني. اطلع بيها راسي بالشكل ده، شوف لحد فين. خلي بالك المفروض ان هنا ده هيبقى في هنا في دوران كده لحد هنا، ماشي كده؟ طب بيجي ازاي؟ بص هندسه، شايف السنتر ده؟ عشان يجي الدوران ده كده لازم ارحل السنتر ده نص سنتي. ارحل ازاي؟ لتحت، ماشي كده؟ بص معايا، بص يا جماعه شايفين السنتر ده اللي هو ميم واحد ده؟ المفروض هيترحل كده جوه شويه عشان يديني السمك، مش انا داخل لجوه كده نص سنتي بكل ارك، ده حلو قوي. بص
افتح البرغل دي مش نص سنتي اهي، تمام. شايف السن اللي هو ده اهو، وسن القلم اهو، حلو كده، تمام. يبقى ده السنتر بتاعه، خلي بالك يعني السنتر ده نقلته فين اهو، ماشي تمام. فاكر دي كنا بنجيبها ازاي؟ مش احنا كنا بنفتح البرجل من هنا لهنا عشان نجيب الربع ده، فهمتها كده؟ بس هركز فين المره دي؟ هركز في السنتر الجديد. عرفت السنتر الجديد ده جه ازاي؟ ده جه منين؟ انا خدت المسافه دي الاول اهي اللي هي نص سنتي، ده اهي حطيتها كده خلاص، او تقيسها بالمسطره براحتك مفيش مشكله على اللاين ده، تمام. لما كنت برسم بقى القوس ده في الاول كنت بركز هنا، بفتح البرجل من هنا لهنا اهو، يبقى ارجع كده افتح البرجل من هنا لهنا وارجع للسنتر بتاعي اهو وابتدي اكمل القوس بتاعه، تمام. عرفنا بيجي ازاي؟ بس هيجي هنا ربع الدايره ده بس بالشكل ده بالظبط، تمام. يبقى كده هنا اترسمت معانا الفتحة البابية. تعال بقى نعملها هنا بطريقة تانية خالص. بص يا هندسة، وليكن مثلا ادي خط اهو، خليها مثلا ايه برقم مثلا معقول يعني، خليها هفتح بس الفتحة دي 3 سنتي عشان تبقى ايه لما نصفها تبقى انت عارف دي 3 سنتي، ماشي. الارتفاع ده اي ارتفاع زي ما انا عايز، وليكن مثلا لحد هنا، ماشي. بص بقى الطريقة التانية غير دي، هنطلع هنا فوق، مش دي 3 سنتي، هتطلع كده فوق سنتي ونص، هنقيس كده. بص خلي بالك هندسة، سنتي ونص من هنا وسنتي ونص من هنا، يعني المربع هنا نزل لتحت شوية، خلاص كده نص فوق ونص تحت اهو. خليه برضو منقط عشان يبقى كده كل شغلنا منقط، حتى ده منقط اهو. ده المربع اللي انا هشتغل عليه، تمام كده. ده المربع هنا كنا راسمين المربع كله فوق عشان انا خليتها كانها باب، ماشي كده. انا عاوز اقصرها شويه، اخلي نصها تحت ونصها فوق، مفيش مشكله، الاثنين صح، ما علينا، هي نفس الفكره. كده كده اصلا ده في النص، هتوصل ده كده اهو، وهنوصل ده كده كده، ده متنصف، هننصف ده بس. يعني الجديد ان انت وفرت ايه؟ خط بس اهو، ماشي. نصفنا بقى الضلع ده ونصفنا الضلع ده، جميل تمام. مش احنا هندسه قلنا الصغيره دي اهو كنا بنوصل دي بالتنصيف، وكنا بنوصل دي بالتنصيف برضو اهو. نيجي برضو من هنا نوصل مع بعض، هنوصل دي بالتنصيف اهي، ونوصل دي بالتنصيف اهي. هيدينا المراكز بتاعتنا اهي يا جماعه، ادي مركز وادي مركز، قلنا ده هيبقى ميم واحد وده ميم اتنين، ده بيبقى ميم اربعه مثلا، ميم اربعه وده ميم تلاته، خلاص كده تمام. تمام كده يا جماعه، هنركز مثلا في ميم اتنين اهي، هفتح المسافه من ميم اتنين عشان اجيب الكيرف ده اهو، تمام، اللي هو ربع دايره ده. هتقل بس عشان تبان معانا اهي، خلاص ربع الدايرة اهو، خلاص كده تمام. بعد كده هركز في ميم تلاتة واكمل الدايرة بتاعتي يعني. بص لو شغلك مظبوط، بص لو شغلك مظبوط يا جماعة اهي، هتيجي فين؟ هتيجي هنا اهي، شايفينها؟ شايفنا ازاي نعمل بقى اي فتحة هنا؟ تمام. بص تاني بقى، عايز اجيب بقى الفتحة اللي جوه دي اهي، زاوية 30 اهي يا جماعة، دي زاوية 30 كده، كنا بنقيس نص سنتي، بالشكل ده، واطلع بيها رأسي بالشكل ده، احنا ليه خدنا نص سنتي عشان تعرف. بص مش احنا كنا بنعمل كده، بنفتح البرجل اهو عشان السنتر ده هنقله جوه، بص اهو، بص كده السنتر ده اهو اللي هي دي، خلاص. طيب فاكر دي اللفه دي مش احنا كنا بنركز هنا من هنا لهنا عشان نجيب دي اهو، يبقى كده هترجع ليها تاني اهو، شايفها اهي. نرجع بقى للسنتر الجديد اللي ورا اهو، ده اسمه نقل، ده اسمها الطريقه دي اسمها نقل مراكز،
اللي هو او تراحيل السنتر يعني. فبص كده تمام، دي اسهل طريقه. شوف ما خدتش وقت، اتقل بقى عشان تبان معانا. تمام كده يا جماعه، انا تقلتها بس عشان تبان. افرق بقى في الجزء ده، لو انا مثلا عايز اعمل هنا هلال، عايز اعمل دواير هنا، تمام، اللي هي الحاجات النحاسيه اللي بتبقى فوق القبه، ممكن نعملها بطريقه جميله خالص. ممكن بقى يا جماعه ممكن هنا نعمل هلال ودواير وكده، ممكن نطلع خط خفيف كده بنقط خط خفيف بالشكل ده، تمام. وممكن ناخد الكيرف كده فري هاند مفيش مشكله، او تجيب السنتر هنا وتجيب الكيرف ده مفيش مشكله خالص، بس اهم حاجه انك تطلع ايه على اللاين ده. يعني مثلا ممكن تعمل كده اهو، انا عايز مثلا المسافه دي خلاص، فابتدي هنا كده اركز هنا واجيب السنتر ده اهو. بصوا اهو مفيش فيه مشكله خالص، خلاص اعمل برجع احسن عادي جدا. بعد كده اطلع فيرتيكال اهو راس من هنا، وممكن فري هاند اقوم جايب الكيرف ده، يبقى كاني برسم شكل بيضاوي يا جماعه اهو، كاني برسم شكل بيضاوي تمام بالشكل ده. هنا بقى ابتدي ارسم الدوائر، ممكن بصمت الدوائر مفيش مشكله، بس على اللاين ده. بص على اللاين ده كده عشان تطلع معاك مظبوط. ممكن بقى تعمل هلال بالشكل ده مفيش مشكله خالص. تمام، يبقى هنا اللاين بتاع الكيرف ده، خلي بالك شوف هنا اللاين ده بيمس الكيرف اللي تحت اللي هو بتاع القوس، بتاع القوس المخموس نفسه. تمام، ممكن بقى في ناس بتعمل قبه بالشكل ده، تجيبها بالشكل ده، تجيبها مايله كده مفيش مشاكل. يعني انت ممكن تجيب كده اهو، تمام كده اهو، وتجيب الدوائر دي من هنا مفيش مشكله خالص. اوكي يا جماعه، يعني خلي مثلا اول دايره عندي من هنا، يعني ده يبقى كيرف للداخل كده، والاول دايره عندك هنا. المهم ان دي بتمس الدايره الاولانيه اللي فوق. خلاص كده يا جماعه بالشكل ده. هتقلكم بقى عليها دلوقتي عشان تبان معانا بس في الصوره، وبعد كده ننهي الفيديو. ممكن بقى يا جماعه ممكن هنا نعمل هلال ودوائر وكده، ممكن نطلع خط خفيف كده بنقط خط خفيف بالشكل ده، تمام. وممكن ناخد الكيرف كده فري هاند مفيش مشكله، او تجيب السنتر هنا وتجيب الكيرف ده مفيش مشكله خالص، بس اهم حاجه انك تطلع ايه على اللاين ده. يعني مثلا ممكن تعمل كده اهو، انا عايز مثلا المسافه دي خلاص، فابتدي هنا كده اركز هنا واجيب السنتر ده اهو. بصوا اهو مفيش فيه مشكله خالص، خلاص اعمل برجع احسن عادي جدا. بعد كده اطلع فيرتيكال اهو راس من هنا، وممكن فري هاند اقوم جايب الكيرف ده، يبقى كاني برسم شكل بيضاوي يا جماعه اهو، كاني برسم شكل بيضاوي تمام بالشكل ده. هنا بقى ابتدي ارسم الدوائر، ممكن بصمت الدوائر مفيش مشكله، بس على اللاين ده. بص على اللاين ده كده عشان تطلع معاك مظبوط. ممكن بقى تعمل هلال بالشكل ده مفيش مشكله خالص. تمام، يبقى هنا اللاين بتاع الكيرف ده، خلي بالك شوف هنا اللاين ده بيمس الكيرف اللي تحت اللي هو بتاع القوس، بتاع القوس المخموس نفسه. تمام، ممكن بقى في ناس بتعمل قبه بالشكل ده، تجيبها بالشكل ده، تجيبها مايله كده مفيش مشاكل. يعني انت ممكن تجيب كده اهو، تمام كده اهو، وتجيب الدوائر دي من هنا مفيش مشكله خالص. اوكي يا جماعه، يعني خلي مثلا اول دايره عندي من هنا، يعني ده يبقى كيرف للداخل كده، والاول دايره عندك هنا. المهم ان دي بتمس الدايره الاولانيه اللي فوق. خلاص كده يا جماعه بالشكل ده. هتقلكم بقى عليها دلوقتي عشان تبان معانا بس في الصوره، وبعد كده ننهي الفيديو. وبكده يا جماعه يبقى الفيديو بتاعنا خلص. لو عجبك الفيديو اشترك في القناه وفعل الجرس ليصلك كل جديد. نورتوني، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.